السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي محتاجين الناس اللي ليها أهل في غزة تطمن عليهم. فدلوقتي في ظل قطع الإنترنت والظروف اللي موجودة، في فكرة اللي هي موضوع الإيسم. إيسم دوت يعني سم اللي هو إن أنت بتشتريه وتحطه في قلب التليفون. إيسم ده بيبقى إلكتروني، بحيث إن أنت مش مضطر تفتح التليفون وتحط فيه الشريحة، لا هو أنت بتعمل سكان لرقم معين فيبقى فيه رقم مسجل عندك. ومثلا لو انت مسافر اي دولة، فممكن بدل ما تنزل وتقعد تدور على سوبر ماركت على الخط وبتاع، لا مجرد بس ايه ان انت بتاخد الرقم ده وتحطه خلاص، وكده بيبقى معاك اصلا على الموبايل ممكن 5 6 ارقام لكل الدول وشغالة عادي وتستقبل من خلالهم وكل حاجة مفيش مشاكل خالص. موضوع الشريحة ده مهم جدا جدا لأهلنا في غزة. ففي مبادرة اسمها غزة اونلاين، وجهد تطوعي عشان يوفروا البطاقة سيم إلكترونية بشكل سهل لأهلنا في غزة. كل اللي عليك إن أنت لما تشتري من أكتر مكان، في موجو وفي نوماد وفي نورمال إيجيبت وفي إيرلو، كل الحاجات ديت تديهم كيو آر يعملوا سكان ويبدأ إن هو يفعل عند الناس في غزة. وياريت يكون فيها إنترنت كتير، لأن هما بيعملوها اللي هي الهوت سبوت، بحيث إن واحد بس ممكن يدي 20 واحد جنبيه. فدي حاجة مهمة جدا، ناس الأخبار مقطوعة يعني، فدي أحسن طريقة عشان نقدر الناس تتبرع بيها. طيب أنت ممكن مثلا تقول له إن إحنا عايزين مثلا تبرع، ممكن تتبرع بفلوس وهم يشتروا البطاقة ديت، أو ممكن إن أنت تشتري البطاقة وتعملها سكان وتبعتها لهم. نوماد ده 20 جيجا لمدة 30 يوم ب$35، وفي اير الو ده 2 جيجا لمدة 15 يوم، نومات 3 جيجا لمدة 30 يوم ب$12. فانت ممكن انت تشتري وتبعتها لهم، او تبدأ انت ده الاسكان هوت، او تتبرع انت بفلوس بأي شكل من الاشكال، وهم يبدأوا ان هم يشتروا ويبدأوا ان هم يبعتوها لنا في غزة عشان هم يطمنوا عليهم.